أهلا بكم، أنا لارا حبيب. عودوا معي إلى الوراء 20 سنة. لو اشتريتوا أسهم أبل كان استثماركم ارتفع بأكثر من 11,000%، أو أسهم أمازون كان العائد فوق 7,500%، ولكن قلة كانوا يتوقعون أن هذه الشركات التكنولوجية ستحدث كل هذا التغيير في حياتنا. ندم عن الماضي غير مجدي، دعونا ننظر إلى المستقبل لمعرفة ما هي التقنيات الثورية في الأفق لكي لا تفوتكم الفرصة مرة أخرى. أنا ذهبت إلى إسبانيا والتقيت دكتور عمر الحتام لمؤلف كتاب Between Brains ليخبرنا عن توقعاته للتقنيات التي ستعيد رسم المستقبل، ولكن طبعاً باختصار. في عنا العديد من التكنولوجيا الحديثة في الوقت الحاضر، مثلا تكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة، في عنا الكوانتم كمبيوترز، في عنا الفيرتشوال رياليتي، الذكاء الاصطناعي. لو طلعنا على كل المجموعة من التكنولوجيا بعتقد انه الذكاء الاصطناعي راح يكون لها تأثير كامل بطريقة ما شفناها في تاريخ البشرية. راح تأثر على قطاعات كاملة، قطاعات الطبية، قطاعات التعليم، قطاعات النقل، فراح تكون هي تكنولوجيا راح تكون كاملة تغير كل شيء في 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 حياتنا. احنا مبدئيا في مرحلة اللي هي الويك ارتفيشال انتليجنس، من هون لفترة بسيطة 5 سنين راح نوصل لفترة بيحكوا لها الجنرال ارتفيشال انتليجنس، وكمان 20 سنة راح نوصل لسوبر ارتفيشال انتليجنس. طبعا كل مادة كل تكنولوجيا راح يكون فيها سلبيات وايجابيات، بس بصورة عامة بعتقد انه الايجابيات راح تكون احسن من السلبيات تبعتها. في كل سنة بطلع تقييم للدول اللي متقدمة أكثر شيء في الذكاء الاصطناعي. السنة هاي التقييم كان الولايات المتحدة كانت رقم 1، الصين رقم 2، كانت بريطانيا رقم 3 مثلا، وكندا رقم 4. بس في كثير دول ناشئة كمان عم تطلع ترتفع في التقييم بالنسبة للذكاء الاصطناعي. والشركات اللي مشهورة أكثر شيء أو في عندها أبحاث كبيرة مثلا جوجل، أمازون، IBM، تنسنت وما شابهها من الشركات.